لو مثلا عندنا الفاميلي، الكينشيب، الكاست، ريليجن، عندنا الفيليج، سيتيز اند ستيت، هاي كلها انواع من الايش؟ من السوشيال اورجنايزيشن. بيسايد ذير ار سيرتن فانكشنال جروب سوتش از مثلا عندنا الكلب، فاريوس اسوشيشن، سكول، يونيفرسيتيز. هاي كلها يسموها فانكشنال جروب، يعني هم بها علاقات اجتماعيه، المدارس، الجامعات، يعني المهم تربطهم علاقه اجتماعيه. شوفوا طلاب، السوشيال جروب عندنا the first one هي الفاميلي. الفاميلي it is the basic unit in all societies and it is the most powerful example of the social cohesion. يعني عندنا هوني أهم جروب عندنا بالسوسايتي هي الفاميلي، وهي the most powerful example of social cohesion، يعني التماسك الاجتماعي أقوى من الفاميلي ما أكو. التماسك الاجتماعي اللي عندنا أقوى تماسك اجتماعي بالسوشيال جروب كل موجودين الأنواع هي الفاميلي. عندنا الكاست اللي هو النظام الطبقي اللي حكينا عنه بالمحاضرة السابقة. In caste system اللي موجود بإنديا there are certain rules، هون عندهم certain rule and sanction، عندهم قوانين، عندهم عقوبات related to every aspect of their life. هذا هم نوع من أنواع السوشيال جروب. عندنا the third one اللي هو الريليجن. Different religions are found within different countries. أكيد هاي يعني كل different religion موجودة عادة in different countries. Each of which related closely to the certain health equalities. هاي العائلة، النظام الطبقي، الديني. عندنا النوع الرابع يسموها طلاب temporary. Temporary social group. يعني تكون عادة الجروب السوشيال جروب هون تكون مؤقتة. عندنا the first one اللي هو أشنو طلاب؟ عندنا الجراوند. الجراوند، الجراوند a group of people come together temporarily for a short period، تكون عادة مؤقتة، motivated by a common interest or curiosity. يعني مثلا اهتمام، حب استطلاع، مثلا ناخذ witness of a football match. الجماهير اللي يجتمعون عادة تصير علاقات اجتماعية، مثلا يجون يتطبشون على الفوتبول، فلهذا تكون هون طلاب العلاقة بيناتهم تكون عادة temporarily for a common interest لهواية معينة، ما مثل هون هواية حب كرة القدم. The crowd هون طلاب، هاي خليتكم عليها خط، lacks of internal organization and leadership، ما عندهم تنظيم داخلي ولا عندهم leadership. And when the interest is over, the crowd will disperse. يعني لا ممكن تختفي، يعني ممكن تتشتت، لأنه ما عندهم internal organization ولا عندهم هوني leadership. A group people حابوا يشوفون كرة قدم أو كرة طائرة أو تنس أو هذه، المهم هو تجمع. هذا التجمع تكون عادة temporarily مؤقتا وبعدين تنتهي. فthis is the first one of age of temporarily social group. عندنا النوع الثاني اللي هو أشنو الموب، اللي هو التجمهر. It is essentially a crowd، هو نوع من الكراود، هم كراود، but has a leader، هوني عندهم قائد. مثلا هوني عندهم التظاهرات، تطلع القوة الخاصة، عندهم قائد ينظمهم، يسيطر على الجمهور، على الشعب، هوني عندهم قائد، who forces the member into action. The mob is more emotional than a crowd and like the crowd in that unstable and without internal organization. يعني عندنا بالكراود عندهم لا عندهم leader ولا عندهم internal organization. لكن من الموب عندنا هون مثلا شوفوا هاي الفرقة الخاصة عندهم leader يمشون وعانوا يتبعون قوانينه. هوني leader موجود بس without internal organization. And when the goal of the mob is achieved, من حققوا الهدف اللي يريدونه the mob will disperse، هذا التجمهر هم راح يتشتت. ولهذا طلاب نقول عليها temporarily مؤقتا short period. عندنا بالنسبة هون الهرد اللي هي القطيع، النوع الثالث من الايش؟ من temporarily social group. It is also a group of people with a leader، هون اكو عندهم قائد، but the group have to follow the order of the leader، يعني هذا القائد يتبعون الاوردر مالته without question. مثلا ناخذ لكم مثال على الهرد، مثلا tourist group with a leader، هاي الجروبات السياحيه اللي تروح على غير دول او اللي تروح عندهم قائد يمشون تعليماته، تعالوا بهالمنطقه، نروح بهالمنطقه، فلهذا
لهذا هون عندهم هم عندهم ليدر وهم عندهم internal organization is present here، بس كلهم مشتركين بايش طلاب؟ It is a temporarily social group. فتلاحظون انتم احد صارت عندكم لما مثلا تطلعون سفره بمنشاه او مثلا جروب سياحي، تصير عندكم علاقات اجتماعيه، تتعرفون على ناس، تتعرفون على فاميلي، على فريندز. هذه بعدين تنتهي بعد ما انتهت السفره، ممكن يرجع كل واحد البيت وتنتهي، واحتمال تتعرف تلتقي بينه بالصدفه. المهم هي اشنو؟ سوشيال جروب، بس كانت تيمبورالي، وكل من بعدين يروح بطريقه. فاخر شيء ويل ديسبيرز، تتشتت هاي السوشيال جروب. عندنا البيرمننت، هون طلاب النوع الخامس من السوشيال جروب اللي هي البيرمننت. البيرمننت هون ثابته. عندنا ذا فيرست وان اللي هي الباند. الباند از ذا مين اليمنتري اوف ا كوميونتي فورمد باي فيو فاميلي. هون الفيو فاميلي ليفينج توجذر، يعني متكونين من عوائل قليله عايشه سوا. Here the group has organized itself. هذول مرتبين أمرهم، مرتبين organized itself and follow a pattern of life. يعني يتبعون نمط من الحياة. فلهذا هون الباند متكونة من few family living together. عندنا هذا النوع من permanent. Second اللي هي الفيليج اللي هي القرية is a small collection of people. قرية قرى صغيرة بها small collection of people بس أشنو permanently settle down in a locality with their home and cultural equipment. يعني مثبتين عايشين بهاي القرية، مرتبين أمرهم، عايشين ببيوتهم وعندهم أجهزة زراعية، مرتبين نفسهم، تمويل ذاتي ممكن عندهم. فلهذا هذا النوع الثاني من إيش؟ من الـ permanent social group. عندنا الثالث اللي هو town and cities. التاون اند سيتيز هون ريليتيفلي تكون عاده لارج دينس اند بيرمننت سيتلمنت اوف سوشيالي هيتيروجينس انديفيدوال. هون التاون تكون اكبر من الفيليج، مور دينس، مور بيرمننت سيتل اوف سوشيالي، وتكون عاده الانديفيدوال هيتيروجينس، كل واحد له شخصيته. هذا نفرق بها التاون عن الفيليج. وعندنا الستيت اللي هي الولايه، it is an ecological social group based on territory and it's well stabilized، تكون عاده مرتبه formalized and بس اشنو هم heterogeneous in nature. ليش؟ لان تابعه للفام للعفو تابعه للسيتيز اند تاون، بس تكون يعني more large than town and cities. عندنا النوع السادس اللي هو طلاب عندنا ال government and political organization. هوني من تدخل بيها الكفرمنت بوليتيكالي، it is an organization which law اكو قوانين in institutional activity and it is the supreme agent authorized to regulate the balanced social life in the interest of the public. اكو قوانين مرتبيها حتى اشنو تكون عاده balanced social life، تكون حياه اجتماعيه متوازنه. There is no society which lack government and ما أكو مجتمع فاقد للحف government and rules. ما أكو مجتمع إذا ما أكو law قوانين rules نمشي عليها. And some form government is detectable even among primitive society. To understand the organization of medical service in any country, it is essential to know its social and administrative organization. كل مجتمع نريد ندرس عليه أو لازم نعرف social and administrative organization، التنشئة الاجتماعية للسوسايتي. عندنا طلاب هوني type of government in modern الأنواع الكفرمنت اللي موجودين. عندنا الديموكراسي، this government of people باي هون شوفوا هون عندنا الديموكراسي انه الكفرمنت اوف بيبل حكومه شعب باي ذا بيبل فور ذا بيبل. هذا وصفنا شعوب الانديه. عندنا الاوتوكراسي، ذا رولر از ابسولوت ان هيز باور اس ان جوردن. هون الاوتوكراسي عاده انه تكون عاده الحاكم هو المسيطر. عندنا المونارجي، ذا هيد اوف ذا ستيت، the head of the state is a monarch as in UK. هون شوفوا طلاب هون عندنا بالنسبة هون الملكية، مثل عندنا وصف نخشع عادة بال UK. عندنا socialistic، the population and wealth are owned and controlled by the state، اللي هو أشنو الجمهورية أكثر شيء وصف نخشع بشاينا. وعندنا الأوليغاركي، the country is ruled by a family group as in Saudi Arabia. هوني تقريبا تشبه الملكية بس أشنو الكونتري هوني ياخذ قوانينه من family، ما هون ما مثل من هون الملك،
مثل من اللي تحكم العائله، العاهل السعودي والعائله، هي تكون عاده حاكمه بهذا البلد. فهي انواع من الكفرمنت اللي موجوده عاده اكثر شيء بالمودرن وورلد اللي عندنا. نجي هون طلاب، عندنا الكابيتالست كونتريز وعندنا السوشياليست. الكابيتالست هوني الرأسماليه، هوني الميديكال سيرفيس از جيفن تو ا بوبوليشن باي فاريوس ايجنسيز ان ا فاريوس واي، الخدمات الطبيه هوني دائما تمشي طلاب، هوني دائما تعتمد يعني باي انديفيدوال، يعني هوني بيشنت يدفع. فستيت ميديسن، الانشورنس ميديسن، التامين الطبي، التشاريتي ميديسن والاعمال الخيريه اند برايفت ميديسن. ميديسن هوني هاز ديفلوبد ان ا تريد، يعني هون ناخذها تجاره، ذات از بيرشيز باي ذا بيشنت اند سولد باي ذا فيزيشن اندر ا كومبيتيتيف سيستم، تكون عاده النظام تنافسي، ولهذا يسموها طلاب الراسماليه. لكن عكسها اللي هي السوشياليست كونتريز، الاقطار اللي تمشي على السوشياليزم اللي هي الاشتراكيه. ميديسن لايك ايدوكيشن ات از نوت ا تريد، it is a public function of the society. All health activity are directed and controlled by the central bodies. And medical services are free and therefore available for all. ما مثل هوني for individual. It is in other words socialized medicine. فهوني ماخذيها كتجارة، يصير عادة بهم competition، تنافس بين ال patient and physician. لكن عندنا بالسوشياليزم لا، تكون عادة by a public. It is not a trade. It is a public function of the society. نجي هوني طلاب على الفاميلي وأنواع الفاميلي اللي عندنا. الفاميلي أشني الفاميلي؟ It is a primary unit of all society. It is a group of biologically related individual. البطن رابط دم، صلة دم. Living together and eating from a common kitchen. زين اكو شيء اسمه فاميلي او الهوم او اكو هاوس هولد. الهاوس هولد طلاب هوني it is a not a family in that maybe not be blood related. هوني الهاوس هولد من تسمعوا الهاوس هولد هوني ما يربط بصل الدم، وانما عايش مع مثلا السيرفنت. السيرفنت هوني بالهوم يعتبر هاوس هولد، ما يربط مرابط دم بس عايش معاه بالفاميلي. The importance of the family in the community. ما هي أهمية الفاميلي عندنا بالمجتمع؟ عندنا as نعتبر الفاميلي as a biological unit. The family member share a pool of genes. أنا أفهم. Social unit. They are share common physical and social environment. تعتبر cultural unit. ليش؟ They reflect the wider society which determine the behavior and the attitudes of its member. العفو. عندنا epidemiological unit in providing social medical service to its member. Religious unit, the main core of continuation of religion. عندنا medical unit which is usually the first health care, first health care take place. تحدث بها الرعاية الطبية. عندنا psychological unit ممكن تكون عاطل positively وممكن negative way. وبعد انه فاميلي العفو هون طلاب هذا الامبورتنس اوف فاميلي، انه تعتبر بيولوجيكالي سوشيالي كلتشرالي ايبيديميولوجي ريليجنز ديني ميديكال يونت وسايكولوجيكال. هاي كلها اما اهميه الفاميلي ان كوميونتي. فاميلي اوف اوريجين، ايش معناته فاميلي اوف اوريجين وايش معناته فاميلي اوف بروجريجين؟ Family of origin is the family in which one is born. يعني ولد بالعائلة. لكن family progenitors is the family which one set up after marriage. يعني مثلا أول ابنه تزوج وجاب طفل للبيت. Family of progenitors يعني الإنجاب. جاب طفل جديد على العائلة. هذا يعتبر family of progenitors. Which is the family one set up after marriage. زين. عندنا family cycle and family faces. Family are not constant. They are ever changes. A normal family cycle is generally conceived have six phases. الفاميلي سايكل تمر عادة بست مراحل. شوفوا the phases of the family cycle at the number of يعني the description beginning of the phase and end of the phase. نجي the first one اللي هو المرحلة الأولى اللي هي أشني الفورميشن. الفورميشن قبل تبدأ تنشئ الفاميلي يحدث the beginning of the phase هي المارج. The end of the phase تنتهي مرحلة the formation بإيش؟ بولادة the first child. هذا this is the phase one. نجي على phase two يسمونه extension.
الاكستنشن بدت تمد العائله، بدت تكبر. قامت بعد ما انتهى الفيس الاول اللي هو the first birth of the first child and birth of the last child. شوف مثلا 3 4 5 6 انتهى هذا الفيس الاكستنشن بولاده اخر طفل. زين عندنا الكومبليت اكستنشن اللي هو يبدا امتى؟ بولاده ذا لاست تشايلد، تبدي مرحله الايش؟ ذا فيرست تشايلد، دي اول تشايلد يغادر تبدي كومبليت اكستنشن. وعندنا الكونتراكشن اللي هو بدا يقل، ذا فيرست تشايلد ليف and the last child leaves. ينتهي هذا الفيس اللي هو فيس الايش؟ الكونتراكشن، بدات تتقلص العائله. عندنا الكومبليت كونتراكشن اللي هو ذا لاست تشايلد ليفز اند ذا فيرست سبوز دايز، يعني موت احد الوالدين الكبار مثل الاجداد. اند ذا سوليوشن انتهت انه ذا فيرست سبوز دايز اند ديث اوف ذا سرفايفرز، اللي هو مثل الام والاب اللي كانوا عايشين بالفاميلي. هذا ايش؟ هذا الفاميلي سايكل، الفيسز مراحل الفاميلي لايف سايكل. زين زين الفاميلي سايكل اند ستريس. عندنا اولا الستراكشر، الستراكشر عندنا اشنو؟ عندنا الادولسنس. هذه مشكله الادولسنس اللي هي فتره المراهقه اللي عاده تمر بها العائله ويصير عندهم ستريس، اللي هو جيفينايل ديليكوسي. عندنا the first pregnancy اللي تمر بها عادة مثل ما تعرفون اللي هو البربرال سايكوسيس. عندنا المينوبوز اند الريتايرمنت التقاعد، هذه كلها تمر بها الفاميلي ويشكل عندهم ستريس، يسموها الكريتيكال اوكيجن. كستراكشرلي هي الادولسنت فيرست بريجننسي خاصه البربرال سايكوس مثل ما تعرفون تحدث عاده اكثر شيء بالفيرست بريجننسي، ومينوبوز اند ريتايرمنت. الشايلد هود، الشايلد هود مرحله الشايلد هود عاده تكون شو اسمه العفو انسكيورتي مارتال ديسكورد خلاف عائلي، برينيتال ريجكشن مثلا احتمال برينيتال ريجكشن، احتمال يصير ريجكشن للتشايلد من قبل الباترنال ماترنال، عندنا انستتيوشنال ريرينج اللي هي هاي كل طلاب هاي شوفوا كل هاي تشكل عندنا ستريس بالفاميلي سايكل. هذا كريتيكال اوكيجن بالنسبه كستراكشرلي والتشايلد هود اللي يعاني منه، اللي خاصه هسه نشوفه انه يرمون اطفال بالشارع سبب مشاكل الام والاب، مثلا الاب زت الاولاد على المضر، المضر راحت تتزوج عافت الاطفال. هاي الساعات الخاصه اكثر شيء البرينيتال ريجكشن سواء كان من الباترنال او ماترنال. عندنا هون مثلا بالادولسن العفو، نعم الادولسن، الادولسن مثل ما تعرفون مرحله فتره المراهقه اللي كلش حرجه كلش كريتيكال، يتعرضون للدراج ابيوز ادكشن ان ابروبريت سكس بيهيفير الكوليزم كرايم. وعندنا البارنت هود اللي هو ديث اوف ذا بيرنت وان بيرنت، احتمال سنجل فاميلي هيدد باي ا وومن مثلا من موت احد البيرنت ممكن الفاميلي كله هيدد باي ا وومن، فتكون الومن هي المذر هي الفاذر، والديفورس اللي هو الطلاق. الايجنج اللي هي مع تقدم العمر استعاده المينتال ايلنس رول اوف ذا فاميلي ان ذا لايف اوف ذا اولدرلي هيومن ايزوليشن، مع تقدم الكبار السن احتمال يتعرضون الى مشاكل نفسيه، احتمال دور هون دور اللايف اوف ذا اولدرلي هيومن ممكن يتركوهم ممكن يخلوهم دار العجزه، واخر شيء يتعرض الالدرلي الى الايزوليشن. هذا كله يتعرض الفاميلي سايكل للكريتيكال اوكيجن. أنواع الفاميلي، الـ types of the family. الـ type of the family اللي عندنا the first one اللي يعني nuclear family. The nuclear العائلة النووية. It is the new universal in all human society. It is consist of married couple and their children while they are still regarded as independent. العائله النوويه انه دائما متكونه من بيرنت وكابل مارد كابل واطفالهم، وذي ار ستيل ريكارد يعتبرون يعني يعتبروهم هذول الديبندنت يعني الديبندنت الليمت للبيرنت. They tend to occupy the same dwelling space، يشغلون نفس المساحه.
The husband usually play a dominant role in the household. وهذا اللي إحنا متعارفين عليه. In a new family consists of the parent and children. In a new family تتكون من العائلة الجديدة من عادة المother and يعني الفاذر متكونين من mother and father وchildren أطفال يكونون جوا 10 سنوات. من الانيشيشن فهذا ايش يسمون طلاب a new family يعني mother and father with their children under 10 years هذا النيوكلير فاميلي اللي احنا نعرفه يعني الموجودي انه المارد كابل their children والفاذر هوني يلعب a dominant role in the household زين الجوينت فاميلي اللي هي الاكستندد فاميلي ات از ا كايند اوف فاميلي وجروبنج اند مور كمان هو الاكستندد فاميلي طلاب تمشي اكثر شيء وين بالاجريكلتشرال اريا يعني بالفيلج شوفوا ان ذا سيم هاوس ذير ار نمبر اوف ماريد كابل بالعائله نفسها عده كابلز مارد يعني مثلا ابنه متزوج وعايش معانه ابن الاخ متزوج وعايش احتمال حتى مثلا البنت متزوجه وعايشه معاهم او قريبه عنهم All men are related by the blood. All female are their wives or unmarried girl or widow of the family kinship. يعني kinsman اللي هي القرايب. يعني مثلا عندهم مثلا بنت ما من زوجي، عندهم مثلا بنت مطلقة وعايشة معاهم، عندهم مثلا أرملة. All the properties held in a common. All for each and each for all. هون اللي يمشون علينا بالجوينت فاميلي تكون عادة سوشياليستيك اشتراكية يعني all for each and each for all. All authority for senior male هذا senior male of the family and subsequently for his wife. يعني يمشون عادة السينيور مالة بالفاميلي يعتبرونه الأب اللي هو الجد اللي يسمونه يعني الهيد اوف ذا فاميلي اذا توفى هذا الاب تمشي على منه تمشي على his wife زوجته the familial relationship enjoy primacy of over marital relation فلهذا القانون اللي يمشون عليه بالجوينت فاميلي union is strength هذا وين نخشى طلاب اكثر شيء احنا عندنا هون بالاربن بالمدينه تمشي لك نيوكليير فاميلي لان اغلبيه المتحضرين انه من يتزوج الابن ومثلا جاء اول طفل يقوم يطلع ويعزل فلهذا هون العائله النوويه متكونه اكثر شيء من الاب والام واطفالهم الابن من يكبر يطلع يعزل او يطلع بيت وحده فهذا تمشي اكثر شيء مع الاربن لكن عندنا بالفيلج بالقرى لا العائلة تتمدد الأولاد عايشين سوا بالمصلاوي الكنين معاهم بنتهم إذا مطلقة أو أرملة عايشة معاهم والقوانين كلها يمشون على الفاضر الفاضر هو الهيد أوف ذا فاميلي إذا توفى تمشي القوانين على his wife عندنا الـ three generation family in the household الـ three generation occur when young couples fail to find separate house هون الـ three generation مثلا أولادهم تزوجوا بس ممكن ماديا أو اجتماعيا يعني ما طاقوا مثلا يعزلون فيجون يعيشون معهم فهذا يسمونه three generation family شوفوا مثلا هون الجد والجدة هون الـ two couples وهون أطفالهم وعندنا الـ one parent family اللي تبدأ على الـ one parent عندنا بالنسبة هون طلاب عندنا الـ common one family عندنا بالنسبة الـ كاوسي family اللي يسمونه شبه العائلة وعندنا الـ strange family of modern age هذول العائلة الـ homosexual الـ gays اللي سيبيان المثليين وهذا ما موجود عندنا عادة بمجتمعاتنا أوكي عندنا الـ type of family اللي بالنسبة كorganization عندنا الـ composition التركيبة عادة إحنا اللي موجودين عندنا هون المونوغومس اللي هو أشن المونوغيمس اللي هو الأحادي الزواج وعندنا البوليجيمس اللي هو متعدد الزواج إيش متعدد الزواج عندنا البوليجايني وبوليأندري المتعدد الأزواج هوني أنه المونوغيمس أنه مثلا زوج وزوجة فقط البوليجيمس اللي هوني تمشي وين مثلا الزوج ماخذ مثلا زوج يعني عنده مرتين او ثلاثه فتكون عاده متعدد الزوجات هذا كتركيبه الميثود اوف انهيرتنس الطريقه الانهيرتد عندنا الباتريلينيال اللي هو كابوي وراثه ابويه وعندنا الماتريلينيال اللي هي وراثه اموي يعني الامومه للمضر
عندنا التايب اور ريزيدنس، عندنا باتري لوكال اند ماتري لوكال. يعني هون يمشون قسموها على الكومبوسيجن الانهيرتنس ريزيدنس. مثلا التايب اوف ريزيدنس ممكن هو الباتري لوكال على الاب، يقعدون مثلا وين الاب عايش يجون، او الماتري لوكال على المذر. التايب اوف اوثورتي النوع السلطه، اكو طش عائله باتريشيال، وعندنا بالنسبه الماتري العفو الباتري اجري الباتري ارجي اللي هي الابوي، السلطه هون للاب، وانا هون عندنا الماتري ارجي هون السلطه للام. عندنا النوع عندنا البروكن فاميلي. البروكن فاميلي هون طلاب تمشي ايش بالبروكن فاميلي؟ الديفورس، الويدو، بوث بيرنت داي، paternal maternal or dual parent separation. هون يسموهم البروكن فاميلي. يعني مثلا الطلاق، مثلا الارمل او الارمله، او احتمال بوث بيرنت داي، وعندنا paternal وماternal اما احتمال مثلا المفصولين. فهذا ايش يصير بهم؟ عاده يسموه بروكن فاميلي. وعندنا البروبلمز اوف ذا فاميلي، ذوز فاميلي لاك بيلو مينيمم اكسبتد ليفل، بوث بيرنت هوني ان ايبل تو ميت فيزيكال ايموشنال نيد اوف ذير تشيلدرن. هاي هذه مشكله، انه مشاكل عوائل انه ما حتى ما يتيقون يعمل ميت للفيزيكال اند ايموشنال نيد اوف ذير تشيلدرن. ذا هوم از يوج اترلي ان ساتسفاكتوري عادة. There is usually a personality and relationship problems, backwardness, poverty, تنتهي ب illness, ممكن mental, emotional instability and maternal disharmony. فلهذا هون a child reared in a such family are usually victim of the prostitution and crime and vagrancy اللي هو التشرد. هون عندنا الفانكشن اوف فاميلي، ايش وظيفه العائله؟ وظيفه العائله عندنا الريزيدنس، هذه اهم نقطه، انه ما هي وظيفه العائله؟ هي انه توفر لنا مكان اقامه. One of the major function of the family is to provide a clean, decent home to its member، يعني مكان clean نظيف لائق للعائله، للإتس member of the family. Division of labors in a primitive society it is well established, but in modern society there is no clear distinction. هذا تقسيم labors يعني العمل هون عادة بالprimitive society بالمجتمعات البدائية تكون عادة موجودة، لكن بالmodern society بدأت تتغير. Reproduction and bringing up of children. Socialization and reproducing barbarian baby to socially accepted person. يكون عادة يعني الاشتراكية، يعني أنه إنتاج barbarian baby يكون مدلوع، يكون طفل مدلل. عندنا economic function providing security from want، هذا أحد وظائف الفاميلي. عندنا social care رعاية اجتماعية giving status to its member, protecting member from insult, regulate marital activity of its member, controlling religious and social activity, regulating sex relation through insect taboos. طلاب المحاضرة خلصت، بس العفو اريد هان بالضبط خي اطلق لكم بس الاستماره، والله زين نسينا استماره الحضور، راح اطلقها لان راح عندنا محاضره اللغة.